حييكم من جديد عبر الجديد وصباح اليوم. العدالة لبيروت، هيدا الهاشتاج العريض لحلقتنا اليوم. العدالة لبيروت إذا تحققت رح تأثر أكيد إيجابا على نفسياتنا وعلى كل اللبنانيين اللي شارين بغضب كتير كبير، ما في شيء عم يعرف يخفف منه، لأنه حاسين أنه انغدرنا، تعملنا بإهمال وباستلشاء كبير. كل هالمشاعر السلبية ما رح تخلينا نطلع من كبوتنا إذا ما تحققت العدالة بانفجار بيروت. رح أحكي بهالموضوع أكثر مع دكتور رائد محسن، اختصاصي بالإرشاد والتوجيه الزواجي والعائلي. مرحبا دكتور رائد. أهلا فيكي. أنا ما في شيء عم بيريحني، يعني انطلاءا من نفسي لا تأذيت، إزاز ببيتي منكسر، ما رح لحدا، حتى يعني اكيد كل اللي راحوا هن اخواتي، حدا مباشره من عائلتي، بس مباشره، بس هالقد شعره بغضب، ما حسي اذا ما بشوفهم بالحبوسه ما في شيء راح يريحنا. شو رايك؟ صحيح. هلا اللي ما رحلوا حدا، ما في شيء بيريحنا غير اذا شفنا حدا مسؤول عوقب. نعم. حتى البني يتعاقب بعداله. اللي رحلوا حدا حتى هيدا لن يجلب له العزاء ولا الاكتفاء. يعني إذا حدا رح له بعائلته بيقول أنه طبعا بحب يشوف حدا عوقب بالسجن أو غير السجن أو إلى آخره، لكن بالنتيجة بيقول طيب بس مخيي وينه أو ابني أو بنتي، يعني أنه ما راح. الخسارة خسارة طبعا، معناتها أنه خلينا نقول بالنسبة المئوية ما بعرف قد ايه هي، ممكن يكون في بعض الاكتفاء الذاتي، على القليل في حدا كان مسؤول. كتار منا بفكروا أنه اللي رح له حدا أنه ما بدي تصير مع حدا تاني، يعني ما بدي حدا يمرق باللي أنا مرقت فيه. من هالناحية هيدي بتشكل لهم حالي من الاكتفاء، لكن إنه الواحد يقول إنه وصل لي حقي، يعني حتى لو وصل لهم حقهم ماديا ما في شيء رح يروح على الجرح، يعني حدا. صحيح أكيد. فمن هون من الناحية النفسية بنقول إنه هيدا سيستمر، بدها وقت مش تينسوا، بدها وقت تصيروا يعرفوا يتعاطوا مع خسارتهم. بفرق نحن بنقول الوقت عامل اساسي بحالات الموت، كافه حالات الموت، ان كان قتلا او غدرا او موت طبيعي، انه الوقت بكره بياخذ مجاله وبيمشي الحال. لا، الوقت ما بيمشي الحال مع الوقت. نحن بنقول انه مع الوقت بصير اتاقلم وبعرف اتكيف مع فكره انه هذا الشخص ليس موجودا معي وليس على قيد الحياه. هيدا هون عامل الوقت، انه انا بكتشف طرق، لانه ما في وصفه هلا بنجي نحن نعطيها انه 1 2 3 4 لحتى تتخطوا حزنكم، ما في هيك شيء. في انه ما في شيء، في بعض الخطوط العريضه طبعا، انه طبعا بده الواحد يبلش يبدا يرجع يكفي حياته، بمعنى انه الواجبات التي كان يقوم بها قبل التفجير نعم مفروض يرجع يقوم فيها تدريجيا. نعم. لكن عامل الوقت بصير يعلم كل واحد منهم بأفراد العائلة، نفس العائلة، كل واحد سيتكيف بطريقة مختلفة عن الأخرى. ما في مثلا أنه أختي هيك تأقلمت معناتها أنه الأخت الثانية هكذا ستأقلم. طب دكتور، اللي راح له عزيز كتير، في ناس يعني هلأ بيطلع معي حدا زوم بعد لحظات، يلي هو جيلبير يلي خسر خطيبته سحر. جيلبير من خلال طلعاته يعني كل مرة بيأثر، بخزقني، لأنه بتحسه أنه راحت شقفة منه، يعني بتحسه أنه حاسس انه يعني عايش بين غراضه، بتحسه ما بقى رح يقدر يرجع يتاقلم. فينا نقول له الو نحكي هيك انا وياك شوي فينا نقول له بس ما بعرف كيف فينا نريحه، يعني واحد بعده بخضم الخساره، بعده بالصدمه بوقعه. بتحس يلي بيخسر حدا بحبه بصير يعذب حاله اكثر كمان، يعني عنا ما بعرف هي نفسيا شو بتتفسر، يعني بصير هيك، يعني اذا بدك يحط اصبعه على الجرح اكثر. ربما يمكن ما بعد يعمل اشياء كان تفرحه قبل، نعم، بيعتبر بيشعر بعقدة الذنب انه انا هلا يمكن يكون عم بياكل، مجرد ما انه عم بياكل شيء بحب ياكله بحس بالذنب، بصير الاكل فقد لسد الجوع. هيدا مثل بسيط عن اشياء ثانيه، كيف عم نحكي عن انه بكره لما بعد اشهر انه تاخذ الحياه مجراها، مثلا مثل جيلبير او غير جيلبير، يمكن لحتى يصير يعمل شيء يبسطه يفرحه بتاخذ وقت كثير. نعم. لانه كيف يعني بتخيل حالي انه عببني احلام معه لسحر، يعني في تاريخ للعلاقه وفي احلام، وكانوا رح يتجوزوا قريبا، يعني في احلام وفي احلام للمستقبل. نعم. طب الواحد اذا انفصل عن خطيبته دون موت وكان قرارا مشتركا، بيكون في كانه عم يدفنوا علاقه. في صعوبه كثير. بيكون كانه عم يدفنوا علاقه حتى لو كان اتفاق بين الاثنين ينفصلوا.
طب كيف اذا ما كان مش قرار واحد راحت من الوجود راحت من الحياه اختفت طيب نعم. جيلبير معنا على الهواء صباح الخير جيلبير صباح النور كيفك جيلبير كتر خير جيلبير عم تسمع الدكتور شو كان عم بيقول ايه قد ايه بعدك عايش مع سحر فارس وقد ايه هيك بعد شهر وثلاث ايام اليوم شو بيقول جيلبير اليوم اصعب من اول يوم اصعب اصعب بكثير لانه هلا بلشنا نوع من اللي هلا بلشنا نحس بفراغه هلا صرنا نحس انه راح هلا صرنا نقول وينك كنا بيصدمه هلا عم ننطر دق الباب هلا اشتعنا لضحكتها سحر اللي ما بيعرفها بيجهلها حكيت عنها كثير بظن وصلت رسالتي ووصلت مني سحر للكل كلها حياة نعم سحر الضحكه ما كانت تشرقها هلا صار بلش الجد تعتبر هلا بلش الجد جيلبير اكيد جيلبير اليوم عنوان حلقه العداله لبيروت بتعتبر اذا تحققت العداله ونعرف مين عمل انفجار بيروت وعوقبوا هالمجرمين هالمهملين بحقنا رح ترتاح بمحل ما ما في شيء بيشفي لي الغضب اللي بقلبي انا ما بيعني لي اذا نحطه بالحبس انا سحر يعني يمكن تسامحهم يمكن سحر تسامحهم انا من فوق انا ما بيعني لي انهم يفوتوا على الحبس او يتحاسبوا لانه حيقعدوا باوتيل 5 نجوم ولا بيهمني يموتوا نفس الموت انا انا اللي بيشفي لي شوي غضبي انه يدوق الوجع اللي عم نوجعه يناموا وشقفه من اولادهم او قطعه من ثيابهم غامرينا هني بتختهم فيها ريحه اولادهم انا بدي يدوق الوجع بدي كل واحد له علاقه بهالموضوع يدفن ابنه او بنته او مرته دكتور انا ما بدي اياه بالحبس دكتور رائد قد ايه في غضب عن جيلبير بعد كبير اكيد يعني شو غضب يعني الجواب تبع جيلبير هو الجواب اللي دائما بنعطيه انه بعد ما حدا شعر بالضبط كيف تاثير عليه بقول هلا بل يعني هلا بلش يوعى وبلش يستوعب هلا ابتدى ايه ان يستوعب هلا صارت صعبه يعني دخل مرحله ابتدى عقله يستوعب ما حصل نعم بقى كنا كلنا تحت وهل الصدمه هلا بالنسبه لكل واحد شو بده شو بده بالمقابل لكن شو الممكن انه شوي يعوض لي هو انه يشعروا باللي هو شعر فيه حدا ثاني يمكن يكون جوابه غير يمكن يقول فقط انه يكون مسجونين نعم. او حدا بقول ما بدي بكره حياة بتسامح او في حدا بقول الله بيسامح وحدا بقول بكره الله بيسامح او بتعاطى بالشعر هلا نحن مسيحيين بنقول الله بيسامح بس انا ما بتطلع معي صراحه ما هلا كل الاديان بيقولوا الله بيسامح يعني الله بيسامحني بس انا مش قادره جيلبير اكيد الله بيسامح الكل وعداله السماء اقوى عداله السماء اقوى من عداله الارض جيلبير بتقول سحر انقتلت ولا سحر شهيده الاثنين سوا مع بعضهم سحر اول شيء سحر شهيده ساحه الشرف سحر انقتلت هي ولبسة بدلتها سحر كانت نديها الواجب ولبته للواجب هي وتسع شباب نعم سحر راحت على البور ومعروف شو في بالبور انا ما فيني فوت على بيتي كقتلك اذا ما حدا فتح لي الباب معلم انا نضحك على بعضنا وما يجربوا يمعموا الملف وما يجربوا انه يحطوها براس ضابط صغير عمل شغله على اكمل وجه جرب ينقص بيروت قبل من شهرين يلي يمكن لولا كل المعنيين بالموضوع اشتغلوا على الملف كانوا خلصوا بيروت من مجزره راح ضحيتها 200 شهيد واكثر من 6000 جريح عليك عن اللي خسر شغله واللي خسر بيته الحكيم نفساني واللي خسر بيته واللي شو هيدي مش مجزره بحق او بحق اهل السحر او بحق الشهداء بس كل لبناني موجوع نعم جيلبير هيدي مجزرة بكل معنى للكلمة جيلبير خليني رحب باستوديو بويليام ويليام كمان هو شقيقه لجو نون كمان من الشباب يعني اللي راحوا هيك ويليام كيفك بعد شهر وثلاث ايام؟ اكيد مش منيح اكيد مش منيح انا لما يحكي جيلبير كلنا بنحكي نحن بدنا محاسبة بدنا قضاء بس لا بقى عندنا ثقة لا بالقضاء ولا بالدولة ما عندك ثقة بالقضاء حتى بيد الدجاج ما عندنا ثقة يعني كنا نحكي انه الجيش المؤسس الوحيد اللي بعده نظيفه بلبنان وين مخابرات الجيش؟ على البور
شو وظيفتها؟ وين المعلومات الاستقصاء؟ او شاطرين بس على المدنيين اللي مثلنا اللي بيمشوا على القانون؟ نحن بنمشي مع الدولة والدولة علينا، اللي ماشي ضد الدولة الدولة مش عليه، فرح نمشي نحن ضد الدولة. كيف؟ كل شيء. بتحس رح يعني إذا أنا الدولة مش قادرة تدلي حق خيي، حق خيي مش مصاري، حق خيي يتحاسبه، بروح بياخذ حقي بإيده. يعني دكتور نحن عم نشرع بلكي شريعة الغاب إنه كل واحد ياخذ حقه بإيده. هذا الجواب طبيعي، يعني كثير يعني أنا بس كنت خيي قدام القبر، لا أنا لا صليت له ولا شيء، أنا وعدته شغلة. عم شفت جو طبعاً على الهواء. وعدته شغلة بيني وبين حلي إنه رح ياخذ له حقه. إذا الدولة مش قادرة تاخذ له حقه، رح ياخذ له حقه بإيدي، وهذا وعد قدام كل العالم. وقدام خيي اللي هو جدي بالقبر، وأنا أكيد بدي أوفي فيها لو بدها تكلفني حياتي كلها. يعني الشخص اللي معروف إنه عليه حقه ومش أخذينه، رح أنا أروح أخذه، أو ابنه أو أخته أو هل هذا. سألت السؤال قبل شوي لجيلبير، بتعتبر خيك شهيد؟ يعني بيعونا كلمة الشهادة ليخففوا من بطئة، ولا خيي ضحية وشهيد؟ شهيد لأنه هو كان بشغله هن عسكر، وضحية لأنه كان ممكن ينعمل إخلاء للبور. يعني في كذا عميد وكذا ضابط على البور بيعرفوا شو في بهالعنبر، وولعت الحريقة 40 دقيقة، كان فيهم يعملوا إخلاء، كانوا خلصوا كثير أرواح. أيه. كانوا أخلوا بيروت كلها. هلا دكتور تفضل. اللي قالوا اليوم إنه في شغلة كثير مهمة حساسة وخطرة. نعم. لما يعني أصبحت الدولة ليست خصما، أصبحت عدوا. الدولة صارت عدو. يعني نحن بنسمع إنه في وزراء عليها حق. يعني إذا الشباب بالعمر هيدا والصبايا طبعا عم بفكروا ان الدولة عدوتي، يعني بدل ما تكون هي السند تبعنا، معناتها اي صورة عن لبنان الجديد عم نحكي اللي ما لا نبنيه. نعم. فلما اقول العدالة والمحاسبة، هلا طبعا اذا نحن بنطلع على التاريخ اللبناني المشرف بنلاقي انه ما في محاسبة. يعني بكل المسائل اللي صارت ما كان يصير في محاسبة، خاصة لما يكون في رؤوس كبيرة مسؤولة. نعم. وهلا بدون ما افوت بالتحقيقات، لانه الفريق الاستقصائي طبعا يو تي في عم بيعمل شغل لما تشوفي قد ايه الصفيتين فيها ناس. أيه. وقد ايه ممكن الرشوه لعبت دوره بين يعني ذكر كل المؤسسات. نعم. يعني هيدا ما نحن ما عم نهين مؤسسه الجيش اذا قلنا فيها فاسدين، هي كل مؤسسه طبعاً فيها فاسدين موجود بكل وين ما كان يعني، لكن ايه بده ينطال كل الفاسدين والفاسدات بكل المؤسسات. نعم. اللي كان لهم اسهام بتغطيه ما في العمر. ويليام انتم كاهالي للضحايا مضيتوا شي عريضه، طلبتوا بالتحقيق دولي؟ لانه صح. بس حتى انا سبب تحقيق الدول، يعني هي ذات تحقيق الدولي ما شفنا محكمه الحريري طلع الحكم شخص، يعني سوبرمان طلع مش عياش، عامل كل شيء وحده. قلت لك ما فيها تتهم جهات، يعني المحكمة الدولية بتتسيس والمحكمة هون بتتسيس، ومن اللي كان عنا ثقة بالجيش وبالجيش بطل عنا ثقة، فرح نضطر ناخذ حقنا بإيدنا. يعني كل وزير بنسمع اسمه وزير عدل، وزير أشغال، لازم يروح على التحقيق، مشان بيروح ينطر منا شيء حلو قدام بيته أو ببيته. في شو اللي بيشفي لك غليلك اليوم؟ يتحاسبوا. يتحاسبوا مشنقة بس، مش إنه يتحاسبوا يحطوهم بأوتيل أو بحبس، لا مشنقة. يعني هذا امتحان لكل لبنان، انه هالجريمه الكبيره اذا متحاسبوا عليها المسؤولين عنا، نحن لوين بدنا نروح؟ يعني خيي راح مثل ما راح كثير يعني، بس بعدين نحن اولادنا شو؟ يعني نحن عايشين مسخره صراحه، حتى التحقيق مش جدي. التحقيق مش جدي. يعني التحقيق مش جدي برايك؟ لا، انه مكموش ضباط مثل ضابط امن الدوله عامل شغله مكموش. حسان دياب معروف، عرف شو فيه على اساس رايح زياره، كلهم عرفوا، كلهم رئيس الجمهوريه بيعرف مره، والرئيس الجمهوريه غافي من زمان، يعني مش حاسبينه، بس انه قياده الجيش المعلومات عن جد شيء بيقهر. يعني نحن اخواتنا بالدوله ونحن مع الدوله بندفع ضرائب، والدوله مش حميتنا بولا شيء، لا بالامن ولا بالامان ولا بالاستقرار. يعني سكتنا عن كل شيء، كهرباء ومي وعذاب وكل شيء راضيين فيه وظل، بس مش توصل لعدلنا، مش ينقتلوا اخواتنا بهالطريقه. شو دكتور؟ يعني هذا تفجير واجرام بكل ما في كلمه معنى، مرفع عام هذا. يعني وشو الدوله؟ يعني يكون كل اللي ورد اساميهم بكل الوثائق انه كانوا يعلمون. طب ما بصير انه طب ما في حدا منهم قام وقال انه هيدي مساله لازم نعالجها خلال اقل من 24 ساعه.
مش معقول. الكل صارحي للكل. وعدونا اول شيء بيجي علامات الاستفهام من المستفيد؟ من المستفيد؟ ووزن وكميه البضاعه اللي كانت وقد ايه صارت وقت الانفجار؟ واذا مش محضر يعني الموضوع مين كان عم يستفيد ببيعها ومسرقتها والى اخره؟ لا طبعا يعني يمكن انا وانت ما بنعرف، لكن في اكيد في حدا بيعرف. موضوع كبير اكيد اذا كلنا ما بنعرف. مشكله ويليام بتقوله انه بيروت فجرت؟ انا رايي الشخصي ايه فجر، يعني مش غلطه، لانه اذا بنسمع التحقيق نحن بنحضر تحقيق مع رياض ورضوان احسن بنسمع مع الدوله. انه انحكى عنا قبل بالنهار وضجت قبل بعشر ايام خبريتها فجاه الولقت ومفجت، هيدي حدا تخلص منها يعني يا عدو يلي له المواد فجر او يعني ان شاء الله التحقيق يبين، بس مش متاملين يبين يعني. يعني احنا بنتكل على التحقيقات الاذاعه عندكم او شيء اكثر بنتكل على الدوله. اليوم شو بتقول لك جو؟ عفوا تفضل. لا تفضل في يعني كمان عم نحكي بالتحقيق، نحن عم نحكي بالشق النفسي هلا صرنا عم نحكي بالشق ايه، بس كمان بعدنا بالشق النفسي كيف يعني. لا بعدنا بالشق التواصل النفسي وكيف بيشتغلوا. لبنان دوله فاسده، هيدي دوله فاسده محسومه. نعم بالفساد معناتها الكل بغطي على الكل. نعم طيب، حتى لو انا ما لي دخل بالموضوع وانت لك دخل بالموضوع، انا من مصلحتي اني غطي عليك لانه انت مغطيه علي سابقا. صح، بعد الكل بده يغطي الكل. صح، ولما يكون كلهم منتميين مش لاجهزه، كلهم منتميين لطوائف، معناتها اذا بدك تدق بفلان معناتها بدك تلاقي حدا بدك تهد الطائفه كلها لحتى لا لحتى يكون في تعادل بنسبه المحكومين يكونوا من عدد الطوائف ذاته. وهكذا سيحصل اذا صار ما يصير في يعني هيدي يتابعوني لان يتابعوها للاخر ما بتصير، لانه الكل يعني خلي زميلنا رياض قبيسي يذكر الاسامي لانه هو بيعرف ومسؤول بالتوثيق عن كلامه، لكن خلي يكون في حدا مسؤول. طيب ما هيدا المسؤول راشي يعني يعني قدم دعم مادي لحدا، وهلا نتوقع نحن من اللي كان يقبض منه مصاري المسؤول عن مرفأ شو ما كان باي جهاز اداري او امني يجي يحاكمه ويحاسبه ولو ما هو شخصيا، لكن اللي عينه يعني ان كان بالقضاء او كان غير القضاء او 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 سلب اسلاك الامنيه. طب اذا مش هو مرتشي من حدا من البور من مرفأ، في اللي عينه قد يكون مستفيد من كل بغطي على دكتور يعني صراحه لما تكون دوله بس اخر جمله لما تكون مافيا معناتها المافيا فوتاتها معقده كثير. نعم وبروح فيها روس يعني ما في انا نحن حكمتنا شبه ما في انا اكون بمافيا وهلا بدي اعمل حالي نظيف بروحوني حاكم حالي بروحوني. نعم كيف؟ نعم يعني رياض سلامه هلا صرنا على شق المصرف في جمله واحده اذا هلا طار رياض سلامه طار يعني تفجيرا او اغتيالا، الجهاز اللي كان عم بيستفيد منه هو بيكون طيره لانه قرر هلا انه يطلبوا من بعض من اموالهم. طبعا هيدي ليه؟ لانه لما يكون هو جزء من المافيا هيك تشتغل كله بده العالم. يسكر ما في جهة هلا يقرر انه يترك. نعم. ويصير ربع نظيف. نعم صحيح. رح ياخذ اتصال. الو الو معي ديفيد صح؟ صح ديفيد ملاح صباح الخير. ديفيد هو خيه لرالف ملاح، رالف يلي بكينا كلنا بعيونه الحلوين بطلته بشوفته يلي بتفتح القلب، هالشباب الحلوة اللي راحت واللي لقيتوه بعد قديه يا ديفيد؟ 10 ايام بعد قديه عرفنا؟ بعد 10 ايام. بعد 10 ايام ديفيد عندي بس دقيقتين لنختم هيدي الفقره. معي ويليام باستديو خيه لجونون. بونجور ويليام. ومعنا جيلبير كمان. جيلبير ضلك معنا. انا اصحابنا بدي كلكم اخوه بعرف يعني انا هيك قربكم لبعض كلكم منه عادي. ديفيد قلت له لرالف وحياتك لاخذ لك حقك بايدي. صح. اذا العداله لبيروت ما تحققت. نعم. نحن عم نجرهم لهالشباب يعني ياذوا حالهم مثل ما راحوا اخواتهم يعني اذا مش شو ديفيد؟ بدنا نقدس يعني بدي خبري خبرية صغيرة. نعم. أول شيء صباح الخير. صباح النور. بدي صبح على إخواتي الشباب اللي معي. صباح اللي راح بس في حقهم بده يتاخذ. مين ما كان يكون في حق الشباب ما بده يروح دم الشباب هدف. هيدي الشغلة ما صارت شغلة كثير صغيرة وبسيطة وخلص خلصت الخبرية. لا. في ارواح بدها في 191 شهيد راح. انا عم بحكي عن خيي، انا حق خيي انا بدي اخذه.
حاخده بايدي. مؤسف يعني، وثقان بمحل ما ممكن نعرف مين عمل انفجار بيروت؟ وثقان بمحل ما، ومعروف الخبريه كلها ست نسرين، معروف كل الخبريه. هلا في تكهنات بس بتقول التحقيق رح ياخذ مجراه لحد ما نقول مين بلكي المجرمين او يتعاقب هاللي عمل العمل؟ اول شغله احنا بنطلب المحكمه دوليه، لانه عندنا هون بالبلد انت ما في شيء. نعم. ما في شيء عندنا هون بالبلد، البلد كله مش ماشي عندنا هون، مشان هيك نحن بنطلب محكمة دولية، لأن كله بدها تتلفلف الخبرية وقصة بكره بيقولوا لك الحام وفرقع وطقس وشوب ودنيا هالأخبار، خلصت الخبرية ضموها. فلا، نحن بنطلب محكمة دولية بس كرمال، برجع بقول لك إياها، كرمال ما يروح دم الشباب وغدر وهدر. يعني ما بعرف، اصعب شيء بهال الله لا يدوق حدا هذا الكاس. طبعا اكيد اكيد جيلبر ويليام عم بحسه من اللي انا عم بحسه. نعم، نار ولعنة. بتوقع ديفيد، خليك معي لحظه. جيلبر، اذا بدي اياك تختم هيك برساله لسحر، شو بتقول لسحر اليوم؟ بعتقد الشباب كفوا وقفوا، بس انا بختلف معهم بوجهه النظر للشباب. أنا ما بقوس على محل معين، لأني إخواتي وجعنا واحد، أنا ما بقوس على محل معين، أنا متابع الملف أمنياً، وأنا بدي أكل عنب ما بقدر أقفل الناطور، أنا لا بدي سب سياسة ولا همي سياسة، أنا بدي يلي كان عارف. نعم. ويلي معروف. أنا فاتوا على البور هن بعد 40 دقيقة كان الحريق. يعني أنا قلت لك إياها قبل، ما فيني فوت على بيتي، كأت لك إذا ما حدا فتح لي الباب. صح. يعني كان فيني يستدركوا، كان فيني يستدركوا ويعملوا يعملوا 100 شغلة ب 40 دقيقة. أكيد. بفضوا بيروت كلها كانوا. أكيد أكيد. وأنا وعدتها هديك اليوم لسحر، قلت لها إنه أنا مآمن وأنا بوثق بشخص واحد، أنا وأهلها لسحر، وأكيد مش سياسي. وأنا واثق إنه حيجيب لي حقي. مين هو؟ هو أنظف. لا، ما فيني أذكر اسمه. ربنا اكيد دخل اسمه، ما عندنا ابدا شك بقدرته. هيدي صرنا عم نحكي بعداله السماء، بس عم نحكي بعداله الارض. انا واثق انه هو حيجيب حق سحر، لانه انا وسحر واهلها لسحر ما بنوثق غير فيه. اوف، مين طب يا جيلبر؟ ما فيني اذكر اسمه. طب. قلت لك اكيد مش سياسي، لانه السياسيه عندنا ولا واحد مفقود الامل. بدي اتشكرك جيلبر، طلتك معي غاليه كثير، بتمنى هالنار اللي جواتكم هيك ما بعرف تنطفي شوي، تخف شوي، تتبلسم. يعني الرجع من عند ربنا ممكن يريح. نسرين، كيف بدك تطفيها؟ انا سحر على الخط، راحت معي سحر. انا سحر عم بحكيها، وانا قلت لها اركدي لاخر ثانيه، انا سحر معي على الخط. ألو. شو بدك تقولي لي طفي لي النار اللي جوا؟ انا هي شو بدي طفيها النار اللي جواتي؟ انا سحر عم تحضر العرسه كانت، انا سحر شايف النور من عيونها قد ايه مبسوطه ومكيفه كانت، هيك ثانيه بيختفي كل شيء؟ هيك بثانية بيروح كل شيء. هيدا الصدمة كثير كبيرة. ما نحن ما بدنا، نحن بعدنا ماشيين، ما بدنا شريعة الغاب، ونحن ماشيين مثل ما هني بدهم، مثل ما كل العالم بدها بالقضاء. بس يا اخي ما تسيسوا القضاء. طيب جوزيف النداف، الرأي جوزيف النداف ليه بده يتوقف وعامل شغله؟ ما هون بتعرفي انه انت ما بقى تثقي بالقضاء. صح. محكمة دولية، أي محكمة دولية هي؟ لا بتوثقي بمحكمة دولية ولا بتوثقي بقى بقضاء. أكيد مش كل القضاة عم بحكي. نعم جيلبر، بدي أتشكرك. يعني إن شاء الله بتكون رسالتك وصلت. ويليام، ما بعرف إذا فيك تقول كلمة بتلسة. لا، كلمة واحدة بس قدام العالم كله، أنا بقعد جو أخذ له حقه بحيالة طريقة. نعم. منيحة عاطلة وحشة حيالة طريقة. نعم. كل شخص قطش خي مثل ما شفته رح ياخذ حقه منه وقطشه نفس الشيء، هذا وعد قدام الكون كله، ومش حكي تنحكي. جاي بنتمنى الدولة تاخذ حقكم لما نوصل ولما نخسر أي حدا، ولا تضطروا أصلاً أنتم تاخذوا حقكم. هيدي نحن مفروض عايشين بدولة، مش عايشين بالزريبة. ديفيد، بعدك معي على الهواء؟ بعدني معك على الهواء. ديفيد، شو بتقول له لرالف اليوم؟ شو بدي أقول له؟ بدي أقول له إني اشتقت لك يا خيي كثير. اشتقت لك. اشتقت لك البيت كله. انت ملاك الله فوق عند ربنا، خليك واقف حدنا واحمينا مثل ما كنت على الارض سند لالي لاختي. انت من فوق هلا سندنا، وسندك حيكون كثير كبير لالنا. قوينا بس، ما بدنا اكثر من هيك. نحن عم نضل نصلي لك، وما حننساك كل ايام حياتي. نعم.
ديفيد بدي اتشكرك، ويليام وجيلبير ربنا يقويكم ويعطيكم القوه. دكتور رائد هيك بكلمه يعني يعني شو معقول تقول لهم لهالشباب الحلوين يلي ما بدنا اياهم يروحوا ياخذوا حقهم بايدهم؟ ما في لهم شيء يضيف على اللي هن ضافوه، لكن بتمنى اللي قاله جيلبير هو يمشي مش اللي قاله ويليام. نعم يعني انه واثق بحدا يبدو جيلبير، طبعا ما راح يجيب له حق سحر، راح يجيب حق الكل. نعم لكن ان لم يحصل سيكون خيار ويليام هو السائد. وخلي كل واحد منا يحط حاله محلهم كيف يكون ردة فعله. نعم نعم ان ما صار في عداله. ان صار بتمنى عداله بيروت تتحقق ولكل يعني هالمنظومه اللي دايرتنا من الرئيس لاصغر حدا. ما عملتوا شيء من قبل عرفته، اعملوا هلا، حققوا العداله، فشوا خلق هالناس، خلي التاريخ يلاقي شيء ايجابي عنكم يحكي. رح ننتقل بصباح اليوم مع فقره ضيف اليوم، وضيفنا طبعا من داخل استديوهات الجديد الفنان النجم معين شريف.